بداية أسماء، في هذه اللحظات هناك اجتماع لمجلس أمني برئاسة الرئيس أردوغان في العاصمة أنقرة، يضم وزير الداخلية ونائب الرئيس ووزير الدفاع الوطني، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات الوطنية ومدير الاتصالات، إضافة إلى إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة، لمناقشة الدخول الروسي للأراضي الأوكرانية تحديدا شرق أوكرانيا. وهذا الاجتماع بدأ قبل قليل والمتوقع أن يستمر لساعات ويبلور الموقف التركي تحديدا من هذه الأزمة. تركيا لها دور هام في هذه المرحلة تحديدا، نحن نتحدث هنا من مضيق البسفور، وهذا المضيق الذي تستخدمه البوارج الروسية في التنقلات العسكرية، وهو مدخل مهم إلى البحر الأسود. السفير الأوكراني في تركيا طلب رسميا إيقاف دخول أو منع دخول السفن الروسية عن طريق هذا المضيق. هذا المضيق إضافة إلى مضيق الدردنيل تتحكم به تركيا عن طريق اتفاقية مينترو التي وقعت عام 1936. إضافة لهذا، أصدرت الخارجية التركية بيان دعت فيها المواطنين في أوكرانيا إلى توخي الحيطة والحذر والتزام المنازل والأماكن الآمنة تحديدا وانتظار تعليمات السفارة، ونشرت أرقام للطوارئ لكي يتواصلوا معها في حال كان هناك ضرورة قصوى، وقالت لهم أن يتابعوا المنصات الرقمية لها على منصات التواصل الاجتماعي. إضافة لهذا، الخطوط الجوية التركية أعلنت إيقاف الرحلات تماما إلى أوكرانيا، خصوصا بعد إغلاق المجال الجوي الأوكراني بشكل كامل مع دخول الجيش الروسي إلى شرق البلاد. سبق هذه التطورات اتصال بين الرئيسين التركي والروسي قبل دخول الجيش الروسي إلى شرق أوكرانيا. أكد فيها الرئيس التركي على أهمية الحوار، وأكد على موقف بلاد الرافض لأي دخول عسكري إلى أوكرانيا ووحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى دعوة للحوار والدبلوماسية وأن الحرب لن تفيد أي أحد. وجدد دعوة تركيا كوسيط لحل هذه الأزمة المندلعة الآن في شرق أوكرانيا.